حياكم الله مشاهدينا في محطتنا الحوارية الأولى، واللي راح تكون حديث حول جراحة السمنة وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية في هذا القطاع الحيوي، ولقاء يجمعنا بالدكتور خالد العنزي استشاري جراحة السمنة والمناظير بمستشفى الأميري. دكتور أمسي عليك بالخير. حياك الله على أبسان. بداية طبعا نعطي السادة المشاهدين فكرة عامة حول مفهوم السمنة. نعم، السمنة هي تعرف طبيا بزيادة الشحوم، يعني السمنة ما هي بس الوزن، زيادة الشحوم. السمنة تصنف حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية إلى درجات تحسب عن طريق كتلة الجسم اللي هي الوزن مع الطول. طبعا الكتلة هذه كل من يقدر يعرفها، في أبليكيشنز في كل السمارت فونز فري تسوي لها داونلود، الوزن مع الطول. فأي أي كتلة فوق الثلاثين تعتبر سمنة، إذا كانت فوق الأربعين تعتبر سمنة مفرطة. وأنا جاي بسألك شنو السمنة المفرطة؟ كثيرين يسألون شنو السمنة المفرطة. السمنة المفرطة هي لما تكون السمنة فوق الأربعين، فمفرطة تعني مرض. يعني السمنة المفرطة الآن إحنا ننظر للشخص مريض بمرض السمنة وليست سمين. يعني أيضا ننظر للكتلة نفسها؟ نعم، الكتلة تكون فوق الأربعين. فوق الأربعين كيعني مقياس عام؟ نعم. يعني كقاعدة. أي شخص وزنه مع طوله يعطينا كتلة فوق الأربعين فهو يعتبر مريض بمرض السمنة. إذا كانت الكتلة فوق الخمسة وثلاثين مو أي شخص يعتبر مريض بمرض السمنة، يعني سمنة مفرطة، إلا اللي يكون عندهم أمراض ثانية. يعني خمسة وثلاثين مع وجود سكر، ضغط، تانك، مشاكل تنفس، مشاكل العقم، الأمور هذه. الأسباب المؤدية إلى السمنة. طبعا السمنة بشكل عام في سببين أساسيين مثل أي مرض آخر، أسباب لها علاقة في الجينات وأسباب لها علاقة في الانفايرمنت، البيئة. الجينات قليل جدا لما نقول المريض هذا بسبب الجينات أو بسبب الهرمونات، الغالبية العظمى من الناس السمنة بسبب العادات الغذائية السيئة اللي هو اللايف ستايل، أكل خاطئ، ما في حركة، فهذا هو السبب الأساسي للسمنة. طيب دكتور، بصراحة في ناس نشوفهم يأكلون ما يمتنون، صح، كثر ما يأكلون ما يمتنون. نعم. وفي ناس العكس يشمون الأكل يمتنون بدون شك، صح. فهل في أجسام قابلة للسمنة وأجسام غير قابلة للسمنة؟ هذا شيء أكيد. اللي يأكلون أغلبهم يكون عندهم الحرق أكثر، اللي هو الميتابوليزم، الأيض، احنا نقول حرق الدهون اكثر. في ناس كثيرين ياكلون وما يمتنون لان الميتابوليزم عندهم عالي. الميتابوليزم كل ما كبر الانسان في العمر قل الميتابوليزم. وفي طبعا هي شغله جدا معقده وكومبليكيتد قضيه السمنه، يعني الشخص اللي عنده ميتابوليزم عالي ممكن في المستقبل يكون ميتابوليزم ماله قليل، يعني الحرق قليل. طبعا يعتمد على اشياء كثيره اللي هي العادات الغذائيه والممارسات الرياضيه. طيب هل في او هل ممكن ان احنا مثلا نقضي على السمنه من غير تدخل جراحي؟ طبعا. طبعا اللاين الاول لعلاج السمنه اللي هو اللايف ستايل، تغيير نمط الحياه مع الالتزام في الرجيم الغذائي او في العادات الغذائيه. المشكله مشاعل ان احنا كلنا سواء عندنا بالكويت او على مستوى العالم ناكل اكثر من نحرق. هي معادله ترى، ايش كثر تاكلين وايش كثر تحرقين. الزايد راح يتخزن في جسمك. فحنا نسوي موازنه بين الاكل والحرق، ما يصير فينا سمنه. حلو، اخر ما توصلت للتكنولوجيا في علاج السمنه؟ طبعا هي العمليات الجراحيه، كعمليات جراحيه. العمليات الجراحيه بحد ذاتها فيها تطورات سريعه جدا وكثيره. الاشياء الثانيه حق السمنه الخفيفه اللي هي الكبسوله والمبرمجه او البالونات، وفي الان في بعض الطرق عن طريق المنظار تضييج المعده، لكن هذه الطرق الى الان تعتبر تجريبيه، نتائجها مو مشجعه كثيرا، لكن انا اتوقع في المستقبل قد تكون النتائج افضل. زين دكتور، كيفيه تلافي امراض السمنه؟ الامراض تقصد الامراض المصاحبه للسمنه؟ أي. للاسف السمنه هي تجيب لك الامراض، فتلافي السمنه هو اللي يمنع الامراض انها تصير. انزين، الاعتقادات الخاطئه لعمليات السمنه. نعم، هذا سؤال مهم، لان من اكثر الاشياء اللي قاعد نواجهها الان احنا اللي هي الاعتقادات الخاطئه عند الناس. يعني انا اعطيك، في اعتقادات خاطئه تمنع المريض من الفائده، وفي اعتقادات خاطئه تضر المريض. الاعتقادات الخاطئه يعني المريض يقول دكتور انا ودي اسوي تكميم مثلا، حلو، لكن عندي سكر، عندي ضغط، اخاف،
انا بالليل اختنق من السمنه فاخاف اسوي العمليه انام فلات على انام. طبعا هذا خطا لان السمنه عمليات السمنه هي تعالج السكر، تعالج الضغط، وتعالج الاختناق الليلي. تقريبا العمليات الان هي تقريبا الشفاء الوحيد اللي موجود لمرض السكر هو عمليات السمنه. في الجانب الاخر الاعتقادات المضره واللي قاعد نشوفها احنا، يعني المريضه مثلا تقول انا سويت العمليه دكتور عشان ابي اكل واشرب واعيش حياتي. خطا. احنا سوينا العمليه علشان نغير العادات الغذائيه السيئه اللي ادت الى السمنه. في مريضه تقول دكتور انا راح اسوي العمليه يعني خلاص شعري راح يطيح، جسمي راح يترهل، راح اصير عجوز. هم هذا اعتقاد خاطئ. مرضى كثيرين التزموا ما شاء الله عليها، كان عمرها 40 صار عمرها 18 سنه وجسمها ولا ترهلات ولا شيء، شعرها زين. في مرضى يقولون مثلا دكتور الفيتامينات انا ما باكل فيتامين، انا مو مسوي العمليه عشان اكل فيتامينات طول حياتي. هم هذا خطا، لان الفيتامينات ضروره. يعني انا واحد من الناس، انا مو مسوي عمليه سمنه ولا فيني سمنه، قاعد اخذ فيتامينات. فيتامينات الان شيء ضروري لكل الناس، فبالتالي المرضى لازم ياخذون الفيتامينات. وفي مرضى كثيرين يعني شده نقص الفيتامينات ادت الى مشاكل كبيره عندهم، من ضمنها يعني ضعف الارجل، عدم القدره على الحركه. اذا دكتور انت تشجع التدخل الجراحي، ماذا عن ترميم المعده؟ نعم، في العشر او 15 سنه الماضيه كان هو البيك مال عمليات السمنه، قمه اللي هي وصلنا الى القمه في عمليات السمنه، والشعوب بشكل عام وبس عندنا بالكويت صارت مثقفه من ناحيه عمليات السمنه. ناس كثيرين سووا عمليات سمنه، للاسف في نسبه من هذول الناس ما نزل وزنهم، في نسبه ثانيه نزلوا وصلوا الى ما شاء الله اوزان ممتازه، ردوا مره ثانيه ردوا اسمهم. والسبب في ذلك هي الاعتقادات الخاطئه، كاكاو والحلويات. فالان احنا قاعد نواجه نسبه كبيره جدا من المرضى اللي مسوين عمليات قبل ويحتاجون الى تدخل جراحي علشان نساعدهم. طبعا عمليات ترميم المعده هم ثلاث عمليات رئيسيه: اعاده التكميم، تحويل المسار المصغر، وتحويل المسار. الثلاث عمليات عمليات امنه. انا ليش قاعد اتكلم تلفزيون الكويت عن النقطه هذه؟ لان في ناس كثيرين يعتقدون العمليات هذه جدا خطره، مو صحيح الكلام. نعم العمليه المعاده دائما تكون مضاعفاتها اكثر من العمليه العاديه، لكن لما نقول اكثر ما نقول 20%. يعني اذا كانت 1% بالعمليه العاديه يمكن 2% بالعمليه، يعني الى الان احنا نتكلم عن عمليه امنه جدا. السؤال هو دائما احنا ليش، السؤال دكتور ليه متى بظل ارمم؟ يعني هل بعد هذه العمليات هم ممكن مره ثانيه نخضع لعمليه ثالثه؟ ممتاز، بيدك انت مو بيدي انا. شلون؟ انا دائما اقول مرضى العمليه بالبطن النجاح هني. في مرضى انا مرضى يعني اعرفهم من اقربائي عمليه صار لها 8 سنوات مسوينها الى الان وزنهم مثالي، وفي مرضى قبل سنه سووا العمليه ردوا سمنهم. المشكله حلها وعوده السمنه بيد المريض او المريضه. الالتزام بالنظام الغذائي هو اللي يخليك انت تتمين طول حياتك محافظة على وزنك المثالي. نعم دكتور خالد العنزي، احنا وصلنا معك للختام، اذا حاب تقول كلمة أخيرة. أنا أول شيء أشكركم، وبعدين أحب أبلغ يعني أقول للناس كلهم أن عمليات السمنة عمليات آمنة، ولكن في نقطة مهمة أختي، المرضى اللي عندهم سمنة قليلة أنا شخصيا ما أنصحهم بعمليات السمنة، العمليات السمنة مجرد للسمنة المفرطة. شكرا لك. إذن أعزائي أكيد متواصلين معاكم ولكن بعد هذا الفاصل.